مقر رئاسة الجمهورية، أين يصل في هذه الأثناء السيد الرئيس ليباشر مهامه رئيسا للجمهورية الديمقراطية الشعبية لعهدة رئاسية ثانية. إذن هذه الصور مباشرة من أمام قصر المرادية من رئاسة الجمهورية، أين يصل السيد رئيس الجمهورية الذي كان منذ قليل بمقام الشهيد، أين وضع إكليلا من الزهور. سيعود السيد رئيس الجمهورية إلى مكتبه بالرئاسة الجمهورية ليباشر مهامه كما قلت وفقا لما ينص عليه الدستور.